انا مش هخاف المرادي ضع من عمري سنين في الخوف مش هكون انسان عادي انا هتحدى اي ظروف انا مش هخاف المرادي ضع من عمري سنين في الخوف مش هكون انسان عادي انا هتحدى اي ظروف هوصلك حتى لو عارف اني ممكن اموت هوصلك ولازم تحسي باللي حبك موت هوصلك حتى لو عارف اني ممكن اموت هوصلك ولازم تحسي باللي حبك موت ايديكي ما لمستش ايديا كفاية عليا اموت وانا شايف لهفتك عليا ان شاء الله الزمالك يقدر يفوز بالكاس الفدراليه والكاس ان شاء الله في 100 عقبه بكره بالليل ان شاء الله ونروح نعمل مهرجان قدام نادي الزمالك ونحتفل انا راجل بقالي 50 عاما زملكاوي وباذن الله الكاس في 100 عقبه مشجعين اهلي من هنا زينب يتمنى للزمالك فوز كبير قوي 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 من قهوه الزملكاويه من قهوه الزملكاويه في السيده زينب الزمالك يقدر الفدراليه الزملكاويه ان شاء الله الزمالك يقدر وان شاء الله نكسب بكره الزمالك يقدر الزمالك يقدر